كان ما تعرف شفت شفت حلقة بلاب حقتي الأخيرة حصلنا صهيب جيمر شفتها شفتها بداية الحلقة انت خشيت تلعب معنا لا سعيد والله أقول لك دخلت أنت معنا الجيم ما صدقنا نحن قلنا أوه صهيب جيمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاكم شو سبارك ناصر أكس ناصر جانا لكم فيديو جديد وأول كوستم ماب لنا في القناة مع صهيب جيمر كيف حالك يا هلا كوستم ماب جديد صهيب كيف حالك كيف حالك والله أنا زمان مش بنفس الكوستم مابات تصدق والله من زمان أنا أصلا ما سجلت أساسا ولا لا. كوستم ماب في القناة أنا سجلت يمكن يا واحد يا اثنين وسولو لحالي مفرد لا ما ينفع أجل هذا أول جيم أنا لي كوستم ماب ومعاك فإن شاء الله راح يكون شيء خلص. خطير فايش رايك تتكلم لهم عن الكستم ماب حقنا اوكي اسم الكستم ماب باختصار ذا جليتشر اللي له ثلاث اجزاء هذا بنلعب احنا اول جزء اذا عجبكم راح نكمل الجزء الثاني والثالث والثالث بعد يب ثلاث اجزاء له يعني نسوي بعدين يعني هو الماب الجزء الاول هو لازم واحد ون بلاير بس قلنا بنشطح يعني احنا انا وناصر ونلعب اثنين يب بنلعب ونشوف قصة الماب يعني خرافية وقلتشات وكذا حركات فبإذن الله أن يعني يعجبكم المقطع طبعا تبغاني أقرأ القوانين ولا أنت لا نشوف هون كرييت باي هذا الشخص هذا صنع الماب شكرا لك أيوة شكرا 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 هذا صالع الماب صالع القلتشات عنده قناة على اليوتيوب عنده قناة على اليوتيوب قناته زي ما أنت شايفين وبعدين هنا عاد تجيكم الرولز أو القوانين يقول لك أول شيء موست بي نايت يعني هاي الدنيا ليل المفروض أنها تكون شكله عامل ثاني شيء يقول لك جيم مود 2 اعمل جيم مود 2 ثالث حاجة يقول لك يا صهيب ديفيكولتي يعني اتوقع ان نلعب ديفيكولتي لان يقول لك الو كوماند بيسفول محطوط الو كوماند بلوكس لا بيسفول ديفيكولتي بيسفول محطوط بي اها بي يعني بيسفول يعني بدون حوش طيب هنا يقول لك وان بلاير اونلي بس نحن كسرنا القواعد هذه خليناها اثنين بعدين يقول لك اباوت ال اوف ذا جليتش اباوت يتكلم لك وش بدك اياك استخدم كل الجليتشات ال اوف ذا جليتش مسموح للجليتش يقول لك ذا بلوك بيهايند ذس از اولويز ذا فينيش سبوت ما ادري ايش يقول يعني كل ما تشوف لما تشوف الذهب البلوك الذهب تروح عليه عشان تعمل تفوز يعني بالمرحله والله كفو عندنا مترجم هنا اسمه صايب جيمر هاي 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 بحكي لك انه جربها 100% انه شغاله تعملها تيست وهون بحكي لك ستارت ذا جيم يلا جاهز يلا نبدا 3 2 ان جو يلا ويلكم تو جليتشر نضغط كليك يمين يب. يلا بسم الله هذا انا وصايب اح سالفه هاي هاي شباب هاي الذهب هاي الذهب روح عليها اح وينها وين يو وين فزنا لا كذاب اما عاد لا كذاب كيف كذاب غطست انا باللافا اما عاد فزنا فزنا قبل شوي استنى 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 لا ما فزناش اصبر اصبر لا تروح انا واقف على الحديد اسمع اسمع شكله في بلوك مخفي اشي طلع يمكن في بلوكات مخفيه اوكي يعني نمشي فوق اللافا يمكن في بلوكات مخفيه استنى اشوف هناك اح بسم الله اح ايش ذا رجعونا استنى استنى اوه لحظة ممنوع تنط ممنوع تنط شلون ناصر ممنوع انط يب هلا شفت برجعنا سنطينا طيب يلا لا ننط يلا بدون نط بدون نط اح يا الله بعرفش بظل اضغط سبيس انا انا ما ضغطت حق النط والله العظيم ما ضغطت لا انا بظل اضغط سبيس ما ادري طيب شفت طيب اسمع اح متنا لا اسمع اسمع يكون زي البلوك الجديد تاع الميجما ماجما ماجما بلوك عندنا مشفتي والله يمكن جرب اح في زيها هنا سواها زبطت بالمقلوب بالمقلوب خلينا اضغط بايب باي يلا يلا عداد برشليت 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 سلام يلا نضغط مع بعض بسم الله يلا ايه خلصنا الاولى ايه لحظه لحظه الثاني او جليتشات جليتشات حط ما تنحط السالفه ما تنحط او دقيقه امشي من هنا ما وين راح شكله باركور باركور شكله باركور
باركور؟ يب يب شكله باركور. باركور فوق هذا. اح توقع. طيب يلا روح انت. هاي 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 زبطت. زبطت معنا. لا لم تضبط معنا. هاي هاي سنة. يو حاول. انا انني احاول. ها. انا بحاول. انا ما عم اخذ هذا. هدية. لا. اي بس فهمت. ايش. اتوقع كذا. ما نحط. اه هاي الباب. صح. يلا هذا الباب. هاي ترى هاي تعال الذهب هاي الذهب. هاي الذهب. وين؟ برشليت. اي والله داخل. يبغونا ندخل داخل البيت صايب. طب اسمع عندي لك فكرة. اوكي. حطها هنا. ما تنحط. تنحط هنا. الجيم مود تو. اوه ما عاد ما تنحط. طيب يبغالنا شيء نتسلق. اوه. اكيد في شيء. لحظة. دفني. تصدقني في شيء. دفني. ادفك. اي. يلا. يلا يا صايب. دف دف. يلا. انجلت. تحاول تتسلق. ايه دف. يلا يلا الله يا طيب روح اخش صايب يا عيال برشليت فزنا فزنا بالجيم الثاني طيب الجيم الثالث حلو خلنا نحط كاكتس ناروي طيب في فران شوف براسك يمكن في زر يفتح باب اشي براسي اي ما ابراد نحطه ها في شي فتح هنا لا لا ما له دخل انا ضغطت هذا سنة اتوقع طيب. اتوقع بالنوم الى علاقة بالنوم اتوقع يمكن صح او طلعت والله صح اصبر خلنا حتى انا اطلع 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 اضغط كنسل مرحبا يهدي سويناها هاي هاي دهب هاي دهب خش خش ادعس عليها الله 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 يلا الجولة اللي بعدها الرابعة اوه هذه عاد متاهة متاهة يا صهيب اسمع انت ايش رايك تروح من الطريق اليسار وانا اروح الطريق اليمين اتوقع لازم تدفني من هنا ننط لا من المتاهة ندخل انت اسمع اسمع تختار اليمين ولا اليسار انا اسمع ها. اليمين درب الغانمين طيب يلا اوه استنى 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 في 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 هيا هيا الذهبي تعال اطلع هون وين هيا هناك شايفها والله عزاوي اضغط اف 5 اف 5 هيا عزاوي نط اوه قلتش قلتش هيا 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 عدينا المتاهة يا صايب والله اوه الله كوب اح كانوا باركور اوكي اح اح مت انت انا مت وراك بس يلا مرة نمر يب الدورية لا مت انا دور يلا عندك صايب دور ابعد يلا صايب لا سوبر ماريو ورع تحت انا ما توقعش يلا 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 شفت شفت عشان ما تطيحش عشان تطير يلا واحد اثنين ثلاثة الله يا صايب يملك الباركور انتبه لا تطيح لا تطيح عملتها الله عليك عملناها كمل طريق كمل طريقي اح اح مت انا وراك يا الله يا روح 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 جرب يلا واحد اثنين ثلاثة سا خلي ايه ايه لا يا اخي جنبها يا الله كلك عرفت 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 ادري ليه استنى ارجع لورا شفت وين شف ارجع شفت وارجع لورا ايوه اوكي الحقني الحقني لا طحت يا الله جد ما يلا يلا هذه المرة روح 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 انا وراك ايه تعال هنا احم اح طحت انت تعال لي على البلوك عربي نحكي اصبر اصبر خلني خلني انا امشي لا يا طيب دبيتني اصبر خلني خلني انا امشي خلني انا امشي ايوه انت امشي امشي اول شيء تعال الحقنا على البلوك على البلوك هذا هذا تاع السلالم انا بدفك بيدي لا 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 دفني دفني بدفك بيدي اوكي اي بلوك اي بلوك حق السلالم هذا استنى فرجيك خليني اروح عنده وتجيني غير طيب اصبر اصبر يلا روح هيو هنا تعال اها يلا يلا يا الله لا تستعجل لا تستعجل يلا تستعجل روح هوب 3 2 1 جو يلا بسم الله انا لا لم تظبطوا معنا روح 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 جرب دورك روح خليني اجرب اوكي اللي بعده ايوه هذاك اطلع السلالم جمب لا ما ضبطت يا اخي جاي على لفه السلالم حقتي اه شفت شفت ايش السالفه الحين اها علقونا قلت شيء جديد يا صايب لحظه لحظه
اوكي بنحل المشكله ونرجع لكم. يب يا حي علقنا. استنى يلا لازم. اوكي واخيرا حلينا المشكله. باك يا شباب من جديد بعد ما حلينا المشكله انا صهيب، والحين راح نستكمل البارت كور من هنا. فيلا مستعد يا صهيب؟ يب يلا خليك انا بدون انت. يب يلا. خليني بس روح عاد انت خبير في السلالم. يلا يا رب يا رب يا رب صهيب يسويها يا رب. يا الله اسمع انت روح السلام وانا بلحقك. روح السلام. روح السلالم. يب طبعا حلينا المشكله عن طريق انه محينا الماب من السيرفر ورجعنا حملناه كمان مره وعملنا مراحل سريع سريع. لو تشوفوها فيش 10 ثواني خلصناها والله من جد يا عيال خلصناها بسرعه. دقيقه يلا سريع. لا 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 ما ضبطت حق السلالم. روح روح انا اروح لانت. لا اجرب انا. اسمع انا طلع هاتيك قبل شوي حلو إيه؟ وهاي اثنين بلوك كيف بدي انط اثنين بلوك؟ مت انا بغلط. كيف تنط اثنين بلوك؟ ما ينفع. مالك لو معي جنب بوست بينفع. فيش في بوشينات حواليك؟ ما في ما في. لا ما في. فنط كيف هاي. يعني كيف كيف راح تسويها؟ ما ادري قصدك انها صعبه انها يعني تصير ننط منها؟ ما اتوقع اتوقع انها تصير لكن شوي صعبه شوي صعبه. يب فيها جلتش شوي. هو فيها جلتشات. الماب اصلا عباره عن جلتشات لازم تستكشف الجلتش وتستخدمه. تعرف كيف ايه في معلومه؟ طيب جرب مثلا ساسه صح؟ لا استنى والله ما ادري. اه والله خشب خشب. مو خشب خشب. يب بقدر اوقف عليه. ابي اصبر. يلا واحد اثنين ثلاثه بدفك. لا واحد اثنين بدفك. هو حق الدف بالفعل دف. واحد اثنين ثلاثه. يا الله شوي شعر على الشعر. يلا 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 بسيطة بسيطة يلا بسيطة نقدر نعديها. 3 2 1 جو. يلا يلا ما ضبطت يا اخي. لا تضبطوا معنا يا ناصر. يلا 3 2 1 جو. يا الله انت ذي. اسمع اول ما تشوف لا 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 جلتش من اول وجديد. لا 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 تقول يا رحم والديك. لا يا شيخ. بعد ما حلينا المشكلة ثاني مرة. يب يا عيال حلينا المشكلة ثاني مرة ورجعنا لكم من الصيب. يلا مستعدين صيب. يلا دف بعد جدد. اثنين ثلاثة. لا يا اخي كم مرة ما اقدر الحقك. نط يلا. واحد اثنين ثلاثة. اثنين تدري دفتك نزلتني تحت؟ اما يب. يلا واحد اثنين ثلاثة. ناصر؟ ما ضبطت. ايش يا الله. لا بتضبط ما ادري يا اخي. يلا جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. وين ثلاث على طول تضرب؟ هي ضربة واحدة صح؟ ياب ضربة. يلا واحد اثنين ثلاث. اثنين ثلاث. ضبطت. اوكي. طيب نط بزيادة يا عيال. استعجل. واحد اثنين ثلاث. اوكي. يلا يا سلام اخيرا. هلا هاي هذه زي ما حكينا انه خشب فاحتمال انه اقدر اوقف عليها فنجرب. يلا بسم الله. جلتش جلتش يا عيال. رعب واسمعي طيب يطير. اضغط اضغط اضغط. اوه المرحله اللي بعدها. اوه يا عيال وصلنا المرحله اللي بعدها الجليد. انتبه انتبه صيب ايش السالفه؟ اوه في شست شست شست. اوه جليد الحمد لله ما في شيء. في شست جلتش يا عيال. شست ما نقدر نكسر صح؟ يب احنا جيم اوف تو. لا لا فيش دونت بريك. استنى في خشب هنا اتوقع. اتوقع في شيء. اوه هيو هيو وين؟ أيوه. والله هذا يب دف. طيب كيف نوصل له؟ دف يا خبي دف. دقيقة دقيقة ضار صايب يا عيال ضغط الزر. استنى استنى كم صايب. يلا الحين السالفة اصبر اصبر اهم. اتوقع نسوي بارت كور. يب في في شست هنا. او في موارد. اوه خشب موارد. يب اخو شوف شوف شوفها شوفها. يلا خلنا نروح عند صهيب. شوف ثابت الشست يا صهيب. انا اخذ نص كل شيء وهذا إيه؟ اخذ لي. يلا عطني انا الجلاس والباقي خشب. اوه هنا في في اله تطوير في زر سنة تقول بريس تو ريست. ها تعال 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 افتح افتح الاغراض. هاي الاغراض اذا هيك كانت الشست. اوه اغراض رجعت. يب خليني اشوف. اتوقع انكسر ايرون. اوه يكون لازم نعمل بوشينات.
والله ما ادري، غريبه صراحه. سو بوشنات، سو بوشنات، ما اقدر. البوشنات عليك، خبير البوشنات صهيب. اتوقع نعمل في شيء نعمله. اها انا فهمت، انا فهمت ايش اتوقع يبغون. نسوي بوشن سبيد عشان نسوي الهارد كور. لحظه، او جمب بوست ما نقدر. خلنا نحاول. اوه لا ما يزبط. او نكسر بلوكات ونسوي خشب. ما يزبط. استنى استنى. عرفته. تعال تعال تعال. جيب الخشب، جيب الخشب. تعال تعال. اوه يبغاك تكسر الريدستون اللي هناك. صدقني يبغاك تسوي بوشن يا صهيب. بوشنات اوه بتنكسر بالريدستون. شفت؟ كسرتها. تاني بلوك. اعطوني بلوكه. وانا كمان بلوك. اعطوني بلوكه حتى انا. ايش تسوي فيها؟ ما ادري. حولها ريدستون. حولها ريدستون. استنى كذا. حولتها. هذا ما بالجلتشات، يبغانا نفكر. طب لحظة، طيب المي لازم نعبي موية. ايوه حط بالجلاس اللي روح حط جيم مود 2 صح؟ حق جيم مود 2؟ شوف ما اقدر اعبي الماي. جيم مود 2. طب هلا شو نقدر نعمل بالسترنج؟ استنى ممكن نسوي بوشنات ما فيها موية، متأكد؟ يب ليكون نحط ما يمديك. طيب خلني انا اجرب، ما ضبطت معي. اتوقع جيم مود 1 نرجع الموضوع او شيء زي كذا صح؟ اسمع اسمع اسمع، حط الجلاس داخل هذا، داخل الدوائر، بعدين بنضغط الزر اللي مكتوب ريست، عرفته؟ لا ليكون هيك لها دخل. يب لازم نعبي الموارد، عبيها. اي نعبيها بعدين نضغط الزر. لا ما مش ضغط الزر، متاكد انا ضغط الزر بترجع ريست. شوف طب جرب. اوكي هين تقريبا كملنا نص المهمه. طب ضل في خشب والسترينج، ايش نسوي؟ خشب اتوقع نسوي من ديك. لا ما له دخل. طب اصلا دقيقه عندك معي ولا ايرون صح؟ يب ما اقدر اكسر. ما تقدر تكسر؟ اما عاد كسرت فيه بس. طيب خلينا نجرب نسوي ريست. جرب يلا بسم الله. خسرنا يا عيال. طيب خلنا رجعونا من جديد هنا والموارد هنا. اتوقع لازم ترجعها جيم مود 1 يا صهيب. شو اتوقع زي كذا صح؟ طلعت. ايوه بس ما لها دخل البارد كور في الموضوع. مشكله والله. بس الخشب ليش؟ الخشب له استخدام. جيب الخشب الخشب يمدينا استخدمه صح ولا ما يمدينا احط الخشب وذي الاشياء؟ لا اما لكن نعمل بروشر ليت، نحط بروشر ليت مكان. ما يمدينا احط بروشر ما لها دخل. في جولد وين الجولد؟ سهل يكون ورا تحت الشست. اكسر الشست. لا ما في شيء تحت الشست ولا هنا. شوف في اشي تحت، اشي متخبي هيك حفرة صغيرة. ارمي الباتل، ارمي الاشياء اللي شفناها في الصندوق داخل المربع هذا. تتعبى بالمي ممكن؟ لا ما تتعبى. لحظة ما تلحق. ايش اوكي يا شباب، باك رجعنا لكم. باك من جديد يا عيال. طبعا كم مرة ملنا باك بالجيم يا الله، وش ده؟ والله مشكلة. اوكي قلت لناصر واحنا جايين نحاول نرجع انه يعني كيف زي ما تشوفون كل البلوكات فوق صفر، يعني اتوقع ان الفوز فوق، يعني شكل اخر مرحلة اتوقع يوم شكلها كذا يا عيال. طب خلينا نشوف الاغراض هاي كمان مرة. استنى اتوقع في نعمل بوشن سحري، بس خلينا نجيب الريد ستون. خذ تعال ناصر دقيقة تعال يلا شوف اللي في الصندوق. اسمع خود سوي لك بوشن حلو. امسك بوشن خيوط العنكبوت مع الخشب مع الريد ستون مع البيكاكس. ايش عشان كمان بلوك. دقيقة بلوك ايش ريد ستون؟ اي تخيل ان الريد ستون يمدينا نستخدمه. استنى كان
كان بيبليش اون بلوك اوف ريد ستون ستون بريك. ها كيف بحكي لك تقدر تحط البلوك ريد ستون على ستون بريك. اوه كيف تدبلت عندك؟ ما ادري اح حطيت واحده جاتني واحده زياده. كيف كذا سويتها صغير؟ اصبر 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 استنى اذا تطلق. قلشت ايش سويت؟ شوف سويت قلشت وش؟ شوف وزدت الحب العاديه تعطيني بلوك. اي حتى انا انت طاير تعطيني. انت طاير. انا طاير؟ لا موجود انا مش طاير. اتوقع لازم نطلع فوق. ناصر قلشت قلشت انا قلشنا. اطلع حتى انا اطلع فوق. قلشت يلا البلوكات الصفرة تنتظرنا. الله يا عيال الجولد طلعت صايب. فزنا يا عيال واخيرا صح. يا فزنا الفوز. الفوز يا عيال. جراديوليشن جايز. مره ننتصر انا وصايب جيمر. ما بي شيء انا خده كله لك. ما بدي شيء. بعد ما خلصنا يعني من الجيم عيال حلينا جميع الغاز ماب شو اسمه الجلتشات هذا. وطبعا هذا الجزء الاول من الماب. صراحه الماب جدا رهيب. ليش كسرت راس المصمم؟ انا المصمم زي ما تشوفون ضحكت عليكم انتوا. زلابه انا مصمم من سوبر ماريو براس نقا واحد لاس كاب على ورا. ما هنيك صراحه على تصميم الماب. ايوه خليك واقف هنا. اللحظه صراحه تاريخيه صراحه. هنيك على هذا الشيء. الزبده يا عيال كذا وصلنا يعني لنهايه كستم ماب حقنا لهذا اليوم. اتمنى يعني ان الكستم ماب ينال على اعجابكم. لا تنسونا من دعمكم اللايك والاشتراك في القناه ونشر المقطع المفضله. ولا تنسون تشيكون على قناه صهيب. بس يا شباب كذا وصلنا نهايه مقطعنا لهذا اليوم. كان معكم ناصر او اكس ناصر صهيب جيمر. في امان الله. مع السلامه.